الانسان ملي كيحل عينيه في الصباح وهو كيستعمل الماء، كيحرو بينيه ويغسل وجهه بميه نقيه، يدوش يشرب وينظف ويصبن، الله على راحه. هذه نعمه من عند الله وكل شيء ديالنا. لكن تخيلوا معايا، يجي واحد النهار تحرو بيني وما ينزلش الماء، وانت ولفتي روتين يومي، غسل عهم توضى صبن، هاد المره والو، الماء اللي ولفتي ما كاين منه حتى قطره، شنو غادي تكون ردة الفعل ديالك؟ الماء باش يوصل لنا صالح الشرب وزوين كيدوز من بزاف ديال المراحل، والناس ديال الباديه وخصوصا اللي ما عندهمش ربط مع شبكات الماء كيعرفوا الاهميه ديال هاد الشيء، لكن ديال المدن وبحال الدار البيضاء كيعرفوا غير حروبيني ورا برع. سيناريو بحال هذا راه ممكن يوقع لا قدر الله، بل كل الارقام كتشير الى حتميه الوقوع ديالو الا ما كانتش اجراءات مستعجله ومستدامه، وإلا بقينا ما مسوقينش والخبر راها في راسكم. مرحبا زوار ومتتبعي برنامج بالاخضر نتواصل. اليوم غادي نطرقوا الموضوع تدبير توزيع الماء في الدار البيضاء الكبرى، مدينه الكبيره والكبيره جدا في المغرب، وهذا الشيء في ظل وضعيه مائيه حرجه، واللي كيف ما كيعرف الجميع وللاسف المغرب كيمر من حاله ديال قله وشح الموارد المائيه، وهذا الشيء لعديد من العوامل، اهمها التغيرات المناخيه اللي كيعرفها كوكب الارض، الشيء اللي كيؤدي الى حاله ديال عدم انتظام تساقطات، واللي كتوصل حتى الجفاف بحال كيف ما عرفته بلادنا خلال السنوات الاخيره. لكن ملي كندويو على مدينه بحجم الدار البيضاء والدور الاقتصادي والاجتماعي ديالها، راه المشكل اعقد مما نتصور. اول تساؤل ممكن نطرحوه هو منين كيجي الماء اللي كنشربوه في الدار البيضاء، مدينه ديال حوالي 4 مليون نسمه، واللي حسب الارقام كتستهلك حوالي 700,000 طن ديال الماء في اليوم، بتعبير اخر 16,000 شاحنه ديال نقل الماء، وهذا الماء يتم التوزيع ديالو في شبكه اللي كيوصل الطول ديالها ل 7000 كيلومتر، اي تقريبا المسافه اللي كتربط الدار البيضاء بمدينه الدوحه عاصمه قطر الشقيقه. حنا وعبر سرد هذه الارقام كنحاول نقربوكم من الحقيقه ديال هذه العمليه الحساسه، واللي هي توزيع الماء الصالح للشرب في الدار البيضاء. الى عجبكم موضوع الحلقه ديروا لايك باش تدعمونا وبارطاجيو باش تعم الفائده، وإلا كنتي من محبي البيئه ومهتم بقضايا المناخ والتنميه المستدامه ما تنساش تنخرط في القناه باش يوصلك الجديد. الماء اللي كنستهلكوه في الدار البيضاء الكبرى كيجي من جوج ديال المصادر ديال المياه السطحيه، سد سيدي محمد بن عبد الله على واد ابي رقراق بطاقه استيعابيه اللي كتوصل 974 مليون متر مكعب، واللي هاد السنه نسبه الامتلاء ديالو لا تفوق 27% حسب الارقام ديال وزاره التجهيز والماء المعلنه الى حدود منتصف شهر فبراير ديال هاد السنه، وهو كيزود كل من الدار البيضاء والرباط وسلا وتماره والسخيرات ووزنيقه ومحمديه وبن سليمان. هاد السد لوحده كيزود الدار البيضاء الكبرى بحوالي 107 مليون متر مكعب، اي بحوالي 49% من الاحتياجات المائيه، وكاين سدين متواجدين على واد ام ربيع اللي هما سد دروات وسد سيدي سعيد معاشو بحوالي 109 مليون متر مكعب، وكذلك كيتم تزويد بنسبه قليله اي اقل من 1% انطلاقا من منطقتي امداد تطمن الليل وسيدي موسى بن علي بحوالي 2 مليون متر مكعب. كيمر الماء اللي يتم التخزين ديالو في السدود عبر معامل المعالجه باش يولي صالح للشرب، وكتشمل هذه العمليه مراحل عديده، التمرير عبر الحواجز الترسيب والترشيح والتطهير اللي كيقوم بها منتجو ديال الماء الشرب. بعد هذا الشيء كيتم نقل الماء الشرب والتخزين ديالو في خزانه ديال الشركه المسؤوله على التوزيع، شركه ليداك اللي منوط لها التدبير المفوض ديال خدمات توزيع الكهرباء والماء
والصرف الصحي السائل في الدار البيضاء. كتم مراقبة ديالو من جديد، وهذا الشيء قبل من التوزيع ديالو على الساكنة حسب معايير جد صارمة، بعد ما شفنا كمية الماء المستهلكة في الدار البيضاء والمصادر ديالها. الإشكالية المطروحة في هذا الصدد هو كيفاش نقلو من استهلاك الماء في هذه المدينة العملاقة، والمساحة ديالها كتزايد بشكل لا يخضع للدراسات الدقيقة، والأرقام كتشير إلى تزايد رقعة هذه المدينة بأزيد من 400 هكتار في السنة، أي أزيد من هكتار في اليوم. إذن ممكن نستنجو أن الدار البيضاء غادي تعرف واحد التزايد ديموغرافي كبير، الشيء اللي غادي يزيد في الضغط على الموارد المائية اللي هي أصلا كتعرف الشح والندرة. وهنا بغيت ندير إشارة أولية إلى مخطط أعمال اللي تم الإعداد ديالو من طرف شركة ليداك بشراكة مع سلطات الدار البيضاء الكبرى ووزارة الداخلية، واللي جا في إطار التعبئة الوطنية بفعل الوضعية الاستثنائية ديال الجفاف اللي كيعيشها المغرب عن طريق رصد الحاجيات والموارد المائية المتوفرة، مع إبراز منظومة تدبير الماء المعتمدة من طرف ليداك وفقا لثلاث مستويات ديال المراقبة: اليقظة، الإنذار، والأزمة. من أجل تقليل من وطأة هذه الوضعية المائية لأقل ما يمكننا نقول عليها أنها جد حرجة، شركة التدبير المفوض قامت بالعديد من الإجراءات. أولا تحسيس على اقتصاد الموارد المائية، حيث قامت هذه الشركة بمجموعة من الحملات التحسيسية لفائدة الساكنة البيضاوية للتكوين على تحكم في استهلاك الماء واعتماد سلوكيات إيكولوجية يومية، وهذا الشيء عن طريق حملات تحسيسية ووصلات إعلانية، وكذلك دعم أنشطة جمعيات المجتمع المدني. ثانيا إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء، قامت ليداك بخطوات سباقية وهذا الشيء منذ سنة 2017 بإعداد الفضاء التجريبي لإعادة استعمال المياه المعالجة محطة مديونة لتصفية المياه العادمة، هي المحطة الأولى من نوع ديالها في المغرب وفي شمال إفريقيا اللي كتستعمل تكنولوجيا التصفية بالأغشية، واللي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يوم 3 أبريل 2013. هذه المحطة اللي كتبلغ الطاقة الإنتاجية ديالها ما يعادل 40,000 نسمة، واللي قابل أنها توصل حتى 80,000 نسمة، كتميز بقدرة على المعالجة ديال 3800 متر مكعب المياه العادمة في اليوم، وهو مشروع بلغت تكلفة الاستثمارية ديالو 141 مليون درهم، واللي كيهدف لإعادة استعمال المياه العادمة بعد المعالجة ديالها لأغراض السقي الزراعي، وهذا الشيء تبلور على أرض الواقع من خلال إحداث فضاء تجريبي الزراعة الحضرية على مساحة ديال 1600 متر مربع كتتواجد بموقع المحطة، واللي كيضم 80 نوع ديال النباتات وكتستعمل فيه المياه المعالجة بالمحطة لسقي هذه النباتات، وكيتم استعمال الأوحال المجففة في إعداد الأسمدة. كما كتهدف المحطة لحماية واد حصار من نفايات المياه العادمة مديونة، بالإضافة إلى المساهمة في المحافظة على الموارد المائية بالمنطقة. كيف ما سبق لنا وأشرنا في البداية، فشبكة توزيع الماء بالدار البيضاء كيبلغ الطول ديالها أزيد من 7000 كيلومتر، هذا الشيء غادي يجعلها بطبيعة الحال عرضة للتسربات جراء بعض الأعطاب الروتينية اللي كتسبب فيها تسربات كتؤدي لضياع الماء، وبالتالي فالشركة ديال التدبير المفوض كتعمل بشكل مستمر عبر عدد كبير من المختصين كيضم مهندسين وتقنيين لكشف وإصلاح هذه التسربات. وأهم التدابير للحد من هذه التسربات هو أولا الاعتماد على رفع القدرة عن البحث على التسربات من خلال تعزيز الفروق المختصة لهذه العملية، وكذلك تجديد حظيرة الأجهزة للالتقاط السمعي للتسربات والاعتماد على تقنيات وتكنولوجيات مبتكرة. ما دام أنه الحلقة ديالنا اليوم حول الدار البيضاء الكبرى، فلازم نتكلموا عن عملية تأهيل البنية التحتية الصناعية لتطهير السائل بالعاصمة الاقتصادية، والنموذج هذه المرة محطة سابينو لتصفية المياه العادمة بالنواصر، واللي تم التشغيل ديالها الفعلي سنة 2022. هذه المنشآت الفنية الكبرى كتندرج في إطار تأهيل القطب الصناعي للنواصر، وكتمثل الأهمية ديالها في تصفية المياه المستعملة بهذه المنطقة الصناعية وإزالة التلوث منها قبل ما التصريف ديالها
في الأوساط الطبيعية. وكتكون هذه المحطة من ثلاثة ديال الوحدات، كتضم وحدة ديال الماء اللي كتقوم بمعالجة المياه بواسطة الأوحال المنشطة، وحدة للتخلص من الروائح بالمعالجة البيولوجية، ثم وحدة الأوحال اللي كتقوم بتجفيف هذه الأوحال. كتبلغ الطاقة القصوى لهذه المحطة على المدى القصير معالجة 2000 متر مكعب في اليوم، ما يعادل استهلاك 27,000 نسمة، واللي غادي توصل فيما بعد إلى معالجة 4,000 متر مكعب في اليوم، أي ما يعادل استهلاك تاع 54,000 نسمة. أكيد أن العديد من الناس كتعرف منين كيجي الماء وشكون المسؤول على التوزيع ديالو في الدار البيضاء، لكن مؤخرا هناك العديد من المستجدات واللي خاصها نقاش واضح وشفاف باش نحددوا المسؤولية ديال كل طرف. تأمين الماء البيضاويين راه ماشي مهمة سهلة، راه مسألة حيوية وعندها أبعاد اجتماعية واقتصادية وكذلك أمنية، بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة. قبل ما نساليو هذه الحلقة، نبغي نقول أنه ملي كيتعلق الأمر بالماء نادرا ما كندويو على الجانب الإداري والتدبيري. هذا الشيء علاش بغيت في النهاية نطرح عليكم بعض الأسئلة من زاوية أخرى. واش المنظومة الإدارية المكلفة بتدبير الموارد المائية في الدار البيضاء كتخدم بالكفاءة والفعالية المطلوبة؟ واش من المعقول أنه دائما نلقيو بالمسؤولية في التدبير ديال هذا الملف غير في الملعب ديال شركة التدبير المفوض؟ واش المجالس المنتخبة والوزارات الوصية على القطاع في الحكومة ما كتحملش المسؤولية؟ واش ما كاينش محدودية وضبابية في السياسات المائية المتبعة في بلادنا والتركيز غير على التغيرات المناخية الوحدة؟ واش نستمر في تجاهل الاختلالات الظاهرة والمستترة اللي كتطبع حكامة الهياكل الإدارية المنوط بها مهمة إعداد السياسات المائية في بلادنا، ونخليو مصير العاصمة الاقتصادية للمملكة رهين بقرارات سياسوية ضيقة؟ مشاهدي ومتتبعي برنامج بالأخضر نتواصل، الحلقة دي اليوم رها سالت، وحتى نتلقاو في حلقة جديدة خليت لكم لهنا ورحت البال، وما تنساوش أنه دائما بالأخضر نتواصل. إلى اللقاء.